الأهلي النهارده بيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي الذي تجاوز في حق النادي وجماهيره. ده كان قرار من القرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده، وهناك بعض القرارات الأخرى اللي تم اتخاذها في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف ماذا حدث في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، والأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة نشوف ماذا قال بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. إلى جمهور النادي الأهلي ومشاهدي قناته ومنصاته الإعلامية في كل مكان، هذه تحية لحضراتكم جميعا. قبل أن نستعرض مع حضراتكم قرارات مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بمعقل النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، كان المجلس بحث في جلسة مطولة عدد من الموضوعات واتخذ مجموعة من القرارات في نهاية هذه الجلسة على أن تبقى هذه الجلسة مفتوحة أو ممتدة لوقت لاحق يتم تحديده بإذن الله. قرر المجلس في البداية تكليف المستشار القانوني للنادي الأهلي الأستاذ محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تقديم بلاغ إلى معالي النائب العام بخصوص تجاوز أحد الإعلاميين في حق النادي الأهلي وجماهيره وقطاع عريض من المصريين من خلال وصفهم بالنازية. 2، بالإضافة إلى قرار المجلس بتقديم هذا البلاغ إلى معالي النائب العام، قرر المجلس أيضا تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير الأستاذ كرم جبر للقيام بدوره المنوط به نحو ضبط الأداء الإعلامي وتطبيق المعايير والأكواد الإعلامية بحق الإعلامي المذكور. 3، تكليف إدارة الشؤون القانونية بالنادي الأهلي بالتحقيق مع الإعلامي بصفته عضو بالنادي الأهلي واستبيان والتحقيق بشأن خروجه عن قواعد وتقاليد وأعراف النادي الأهلي. 4، وافق المجلس على تعيين السيد الأستاذ الدكتور سعد أحمد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي اعتبارا من تاريخ اليوم 5 سبتمبر 2021. الجدير بالذكر أن الدكتور سعد خلال الشهور الماضية كان قائما بالأعمال بعد أن تم إجراءات معينة لعملية التعيين وفتح باب التقدم والترشيح، والحقيقة أن اللجنة التي كانت مكلفة ومشكلة لاختيار المدير التنفيذي الجديد للنادي الأهلي قد التقت عدد كبير من الحقيقة الراغبين في شغل هذه الوظيفة، واستقر القرار في النهاية على تولي الدكتور سعد شلبي منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وهو اختيار صادف أهله لأنه أداء الدكتور سعد الحقيقة ومنهجيته العلمية وأخلاقه العالية خلال الشهور الماضية جمعت الكل على قلب رجل واحد وأشاد بها القاصي والداني. في نفس الوقت اللجنة قررت الحقيقة الاستفادة من بعض العناصر والشخصيات الوطنية المتميزة التي تقدمت بسيرتها الذاتية لشغل هذه الوظيفة للاستفادة من بعضهم في فرع التجمع الخامس الذي سيتم افتتاحه قريبا بإذن الله. أيضا وافق المجلس على إجراء مراسم لتكريم كل من الكابتن محرم الراغب والمهندس عدلي القيعي نظرا لعطائهم الطويل والممتد للنادي الأهلي عبر عقود طويلة مضت. أيضا وافق المجلس على مقترح خاص بإنشاء أو توفير مقار لعدد من البنوك في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس والذي سيتم افتتاحه قريبا كما ذكرنا. 6، وأخيرا تم تكليف المدير التنفيذي للنادي الدكتور سعد شلبي من قبل مجلس الإدارة بعرض التصورات في الجلسة المقبلة الخاصة بتجهيزات المباني الداخلية لفرع التجمع من أثاث وأدوات مكتبية وأجهزة كمبيوتر وخلافه بما يليق بحجم وعظمة المنشآت الحقيقة التي تم تشييدها في هذا الفرع، وكذلك التجهيزات لأماكن جلوس الأعضاء في فرع التجمع الخامس لتتسق وتتناسق أيضا وتتماهى مع قيمة أعضاء النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي كمؤسسة وطنية رياضية رائدة. هذه مجموعة قرارات الحقيقة لجلسة النادي الأهلي أو جلسة مجلس الإدارة التي انعقدت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة 5 سبتمبر 2021. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، دائما النادي الأهلي في المقدمة، ودائما تحيا مصر ووقاها الله شر الفتن.